الاعتماد العاطفي هو ماشي مرض نفسي، هي حالة ولا ظاهرة نفسية وكتسبب مشاكل نفسية. ومن الإنسان كيكون مرتبط كيقلب ديما الأمان والاستقرار والعاطفة عند الآخرين، كيحاول ديما يرضيهم باش يعتبروه يقدروه يبغيوه يتقبلوه، ما كيقدرش يعيش لراسو، كيولي عايش للآخرين، كيخشى التخلي ولا الرفض والإهانة، عايش كل نهار في حرف علاقته الغرامية. ملي كيكون مريض بالغيرة كيكون ممتلك شريكته بدرجة كبيرة، كيكون محتاج يقول ليه كيبغيه، ما كيقدرش يعيش بلا بيه، بحياة ما تساوي والو بلا بيه، كيعرقل العلاقات الصحية، كيعيش خوف مرضي من الترك. كل واحد فينا منين كيخلق كيكون محتاج للعاطفة، الحنان، الأمان العاطفي، اعتراف الناس اللي كيبغيو بلا عدل. إلا ما حصلتيش على الحنان والاعتراف من الآباء فراك تكون عندك عجز عاطفي. خاصكم تعرفوا أن سبب أي بلية فراها جاية من الاعتماد العاطفي المرضي اللي كيخلي الواحد يلبي النقص اللي عنده بالشخص اللي مرتبط به. أيضا هناك علاقة ما بين ثقتك في راسك والاعتماد العاطفي، كتولي تطيح من راسك، كتكره راسك، كتقلب على اللي غيلبي النقص اللي عندك، عوض ما تجرأ تعرف على راسك شكون انت وكيفاش نملؤ النقص العاطفي اللي عند الشخص المصاب به، اللي كيحاول يهدى المخاوف ديالو بأنه كيقلب على الحب والاعتبار من الآخر. هاد المرض كنلقاو عند الأزواج اللي كيخافوا من الوحدانية، وعند الناس اللي ضراف بزاف اللي ما كيتجرؤوش يرفضوا بداعي الخوف من الرفض. غنعطيكم بعض الأسباب لهذه الحالة النفسية اللي منهم العلاقة المرضية. وخا أي إنسان كيحتاج التوازن العاطفي، إلا أن التصرف المفرط للارتباط بغرض تلبية النقص العاطفي غير كيأزم المشكل، بحيث كيحاول يتحكم بالشعور بالمعاناة بالذنب والاكتئاب والحزن وغيرها من المشاعر السلبية عن طريق البلية ديال الحب. كيولي الآخر بحال شي أداة، بحال شي فورنيسور ديال لا دروغ، بزناس ديال الحب، طريقة باش يبرد على الضيق والكره ديال الذات، بحالو بحال شي إدمان ديال المخدرات. ونقطة أخرى هي يبغيوك بأي ثمن، كيتصرف معاك الشخص كأنه أفضل صديق، متفق معاك في كل شيء، كيتقبل طلباتك، كيسمع ليك، كيبين لك أنه ما أنانيش، ظريف، كريم، خدوم وموجود، كينصحك، هاد الشيء كيديروه باش يولي عزيز عليه، باش يحصل على الثناء ويعتبره في الوجود، يولي يبغيه يقدره، هاد الشيء كيخليه يركز على اللي غيفرحه. مشكلة هنا انه كينسى راسو وكيتخلى عليه وبالاحرى كيتبلى، وخاصو ديما واحد لادوس باش ينسى الخوف من الفراغ، الوحدانية، الاحساس بعدم الوجود. ونقطة اخرى هي فخ المثالية، كيحس بالاحراج والعار الى ما كانش مزيان، كيظن انه باش يبغيو باش ما يضحكوش عليه، ما يحتقروش، ما يتخلاوش عليه، خاصو ما يغلطش. هاد المثالية كتحكم تصرفاتهم، كتجلب لهم بحسب الرأي ديالهم الحب والاعتراف باش يعيشوا. حياتهم العاطفية للأسف معتمدة على حياة العاطفية بالأحرى سعادة الآخرين. ونقطة أخرى هي عدم الانضباط مع الاحتياج الآخر، اللي كيعانيو من هذه الحالة كيقرروا تصرفاتهم وأفكارهم على حسب تخيلاتهم للأحكام الآخرين لهم، كيظن بأنه مخصوص ينتقد، يحكم حكم سلبي، فكرة مغايرة، تعبير شخصي مخالف، كيفكروا غير لرغبات الآخرين، حيث كيشكوا في أفكارهم بأنهم تافهين وبأنهم يقدروا يخلقوا إزعاج ليهم. دابا غنعرفوا كيفاش تعرف واحد عنده مرض الاعتماد العاطفي. كاين ضعف تقدير الذات، ما كيتقبلش الفراق، كيشوفه بحالة تحد ما باغي. أيضا كيفاش عاش الفراق. أيضا الشك اللي كيحس بيه أمام الوحدانية، كيولي يقلب على أي علاقة بأي ثمن. هما ما كيتصرفوش بعفوية، كلامهم وأفعالهم محكومين بالآخر، شنو كيتسنى منه، شنو باغي، كيبادر، كيولي محبوب، كيهتم بمزاج الآخر، كيخاف من الغلط باش يعجب يفرح الآخر، كيدير قناع، كيقطع مع شخصيته ومع هويته، حتى ما كيعرفش شكون هو وباش كيحس، كينكر حقيقته، خاصو الناس اللي يدوروا به حيت هما اللي عندهم القدرة يفرحوا ولا لا، كتكون عندهم الوحدانية صعيبة بزاف. هنا جينا باش نتعرفوا على علامات كتدل على انك مصاب بالاعتماد العاطفي، اللي هي ما كتقدرش تاخد قرارات بلا استشارة بلا اذن، كتعول على الاخرين باش تحمل مسؤولياتك بجميع المجالات المهمة في حياتك، كتخاف وكتجنب اي خلاف مع الاخر، كتحس بالغيره الا لقيتي شي حد عزيز عليك مع الاخرين، كتلقى صعوبه بالغه باش تبدا اي مشروع ولا دير شي حوايج بوحدك، كتحس براسك ملي كترضي طلبات الغير،
كتكون محتاج موافقة وراحة الناس، كتكون ما قادرش تحط وتدافع على الحدود ديالك، كتكون عندك ضعف ثقة في النفس، كتسامح لأي حاجة من الشخص اللي كتعتمد عليه عاطفيا بأي حاجة دارها، كتلقى صعوبة باش تفارق مع شي شخص، كتسيطر بزاف على العلاقة. دابا خاصنا نعرفوا على شنو هي الآثار السلبية من الاعتماد العاطفي المرضي، اللي منها فقدان الاحترام والتقدير الذات، لأن من كتبقى ترضي الآخر فراه كتفقد الاحترام لنفسك وشخصيتك، وبالتالي حتى هما ما غيحترموكش. نقطة أخرى هي العزلة والفقدان المهارات الاجتماعية، لأن من كتعتمد عاطفيا مع شي حد كتنعزل راسك من المحيط وعن الآخرين. ونقطة أخرى هي أي علاقة كتدمر، حيث الآخر ما غيفهمكش، وعدم تفاهم كيؤدي خلل في التوازن لأي علاقة. نقطة أخرى هي عدم التمثل بالرفاهية، حيت كيكون صعيب يعرفوا الناس كيفاش غتصرف، وبالتالي غيكون التعامل معك صعيب، حيت كتكون شخص معتمد عاطفيا، مكتئب ومتوتر ووحداني. دابا جينا نقول لكم على 13 حل مبسط وفعال لتغلب على الاعتماد العاطفي. اول نقطه هي خذ يوميا مبادرات بلا ما تطلب لا نصيحه لا استشاره. ثاني نقطه دير لائحه لكاع الحوايج اللي درتيهم لراسك بلا مساعده، غتحس بانك قادر دير اي حاجه بلا ما تعتمد على حتى شي حد. ثالث نقطه عطي لوقتك الخاوي الحاجات اللي كتبغيهم لراسك ماشي لشي حد بغرض الحصول على الاعجاب. رابع نقطه ما تعطيش علامات الاعجاب باش يعاملوك بالمثل، لكن تسنى حتى تحس بالحاجه عاد عبر عليها. خامس نقطة غير معتقداتك الخاطئة، هل خصني شريك باش نكون انسان ذو قيمة للحياة السعيدة، او انا ماشي مناسب لاي علاقة، ايضا الى سالت شي علاقة فرا الحياة انتهت. سادس نقطة القى وضعية مثالية لراحتك النفسية باش تعيس الاستقلالية وسعادة لراسك. قول مع راسك نقدر نكون سعيد في مدينتي لذاك الشي اللي عندي، وكيف داير انا، خصني نتصالح مع الذات، عاد نبحث على شريك مثالي، احسن خدمة ولا شي سفر مزيان ولا اي حاجة كتعجبك، وقول مع راساتك غيحسنو وغينميو كيف ديال الحياة ديالك. سابع نقطة دير علاقات مع الاشخاص المناسبة اللي كيحترموك اللي كيقدروك اللي كيعاملوك مزيان اللي كينشروا الايجابية، وبعد عليك الناس السلبية. ثامن نقطة بني الحياة اللي غتعتمد عليها، الحياة السعيدة معتمدة غير عليك، مرتبطة بشنو كدير فيها، ماشي مع شي حد. مشاكلك في الحياة خاصك تحلهم لراسك مخلق مصادر جديدة، بحال يكون عندك صحاب، خدمة زوينة، تكون مستقل ماديا، علاقتك مع الناس تكون مزيانة. تاسع نقطة نمي تقديرك بالذات، قيمتك كتعطى بيك انت فقط، بحال كنتي بوحدك ولا لا، نفس الشيء لحياتك، خاصك تقدر راسك مهما يكون السبب. رد البال الأفكار السلبية، دير حوايج اللي كيخلعوك، دير شي حوايج اللي مزيانة، دير رياضة، ما تطلبش موافقة من أي حد. عاشر نقطة ما تلبيش للرغبات والاحتياجات الناس، خاص راحتك النفسية وسعادتك تكون في أولوياتك. شوف السلبيات إلى ما سالتش العلاقة غتكون مشكاك مكتئب وغيرها من الأحاسيس السلبية. النقطة 11 خاصك تعرف علامات الاعتماد العاطفي، اللي منهم حساسية كبيرة للفراق، كدير كلشي على قبل الشخص اللي كتعتمد عليه عاطفيا وهو ما كيدير حتى شي مجهود باش يرضيك، محتاج تعجب الناس، كتبقى في العلاقة باش تهرب من الوحدانية وغيرها من العلامات. النقطة 12 حساس وقتك لنفسك، أكثر الصفات اللي كيعتمدوا عاطفيا هما أنهم كيلقاو صعوبة يبقاو بوحدهم، خاص ولا بد تبقى بوحدك باش تبني حياتك، باش تكون عندك حياة لنفسك مستقلة، دير شي أنشطة، قرات مشا، دير شي حوايج بوحدك. النقطة 13 سافر بوحدك، خاصكم تعرفوا بأن كتحل مشاكلك راسك، كتلاقى بناس اخرين بلا مساعدة لشريك ولا واحد من العائلة ولا صحاب، هادشي غيخليك مستقل وقائد ومبادر وغيرها من الكفاءات الاجتماعية اللي ضرورية في الحياة ديالنا. وفي الاخير باش نخرجوا من هذه الحالة النفسية خاصنا نوضع حدود بمعرفة الذات، حيث كل ما تعلمنا نتعرفوا على راسنا كل ما عرفنا الاحتياج ديالنا. اهم حاجة هي نعبروا بهدوء عن مشاعرنا، كل ما تهدنا كل ما الناس غترتبط من القلب بالرسالة ديالنا، خاصنا نبقاو ديما متفائلين في هذه الحياة باش نعيشوا بامان وبحب.